السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى نشرة الاقتصادية. استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين وفدا من غرفة تجارة وصناعة الإحساء بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل بحث أطر التعاون المشترك ما بين الطرفين. واستعرض اللقاء العلاقات التاريخية والتجارية ما بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وتجربة البحرين في إنشاء الحاضنات ودعم رواد الأعمال، مما كان له الأثر الفاعل في زيادة نسب النمو الاقتصادي المحقق في كافة المجالات الاقتصادية. ونوه الوفد السعودي إلى الفرص الاستثمارية المتاحة للبحرينيين في الإحساء وضرورة التعاون المشترك بما يدعم الاقتصاد الخليجي. المملكة العربية السعودية عزيزة على قلوبنا، نتمنى المزيد من التقارب وياهم مع أنهم أخواننا وشقائنا، لكن نرى أن في مجالات التعاون كثيرة على الصعيد الاقتصادي، وهي امتداد لدى البحرين. فمن خلال هذه اللقاءات مع الغرف السعودية القريبة منها، نتمنى أن يكون مزيد من التعاون الاقتصادي، مزيد من الاستثمار المشترك. الإحساء في فرص صناعية كبيرة جدا في المستقبل القريب بإذن الله، أعلن عن مدن جبارة على مستوى الصناعة. هناك دعم كبير جدا في المملكة على للصناع، وكما تعرفين أن البحريني يعامل معاملة السعودي 100%، وبالتالي ندعو رجال الأعمال في البحرين للاستثمار في القطاع الصناعي في المملكة نظرا لكبر القاعدة. الأمر الآخر، ما شاء الله البحرين مركز مالي مميز عبر التاريخ، واستطاع أنه يعني يقف ضد الأزمات المالية التي حصلت وأوقعت بكثير من البنوك على مستوى العالم. نجد أن البحرين بقت صامدة ضد هذه التيارات، وبالتالي نرغب حقيقة أن يكون هناك تعاون مع المراكز المالية ممثلة في البنوك الاستثمارية وفي البنوك التجارية أيضا. بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 3,361,181 سهما بقيمة إجمالية قدرها 674,993 دينارا بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 152 صفقة. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 14 شركة. ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 5 شركات أخرى، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات. وعلى مستوى الشركات فقد جاء المصرف السلام في المركز الأول من حيث القيمة، وجاء في المركز الثاني البنك الأهلي المتحد.